تمثل كمان تحدي للجانب الفلسطيني بكل إجراءات القمع والصعوبات التي يضعها قدام اللاعب الفلسطيني كان محلي أو إذا كان وجه خارج البلد. فإحنا يعني هذا الشكر يعني نوجه فيه شخصيا بكابتن اللواء وأنتم كفريق سعيدين جدا بوجودكم معنا، ونتمنى عليكم دائما مواصلة هذا الجهود ممكن يعني تساعد وتخفف ألم بعض المستهدفين وخاصة يعني من فئة الأطفال. نتمنى إن شاء الله كل أسرار يكونوا خارج البلد ويكونوا بيننا في قريب العاجل إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيكم. جهودك ونشكر سيادة اللواء جميل الجود. احنا دائما بنتعلم من الشباب والمؤسسات في وجهوا لنا مشكلة كبيرة هلا مشكلة الجميع. واحنا الحمد لله من الفريق بلشنا في 2003 مش من 2003 لما اعتقال جديد من فريق النادي وتحرروا. بس حاليا في عندنا اثنين من لاعبي الفريق داخل السجن، منهم طفل 14 عام خالد الشيخ. طيب بطاقتهم بطاقات في بطاقة واحد، الثاني للأسف شافي مش الصور. هاي تبعت خالد بس بنحاول نزير رياضي لأن
تعصبيه فريق تعصبيه طبعا معنا كنا كنا كان الواحد يلاقوا عنده بطلون جيش مصدر جيش وكل شيء انا كنت عندنا سبعة رسل يوم عملي الأول فكنو يعني برحمة هذا اللي بقعد عندي من قلب الحمص الفورم تبعت الجسم الرياضي في الوطن
كنا يعني مرشحين لبطولة الكأس. تم اعتقال أنا اعتقلت على 2003 قبل كنت لاعب ومين سبب النادي. واعتقلوا 4 من الفريق أساسيين في 2004. يكون بس اذا تقدروا